صادق حسين المشرف العام على خدمات البحر الاحمر في مديريه. اهلا بحضرتك الفني. اهلا يا فندم. اهلا استاذ عادل، ازاي حضرتك؟ أنا طبعا أتشرف إن أنا أتحاور مع حضرتك، حضرتك إنسان كل وطنية من أيام روزي بن يوسف، وربنا يوفق حضرتك ويديلك الصحة والعافية. دي نقطة. النقطة التانية في كلمة صغيرة حضرتك، هو ثلاث أسطر بالظبط أو أربع أسطر في بيان صغير بالنيابة عني وعن ضباط البحر الأحمر الشرفاء وضباط وزارة الداخلية. تسمح لي حضرتك أقول الكلمتين دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. لشعب مصر العظيم، بشخصي المتواضع ونيابة عن الأفراد والضباط الشرفاء في مدينة أمن البحر الأحمر، وفي كل موقع فرصة نعلن تضامننا مع شعبنا العظيم، متطوعين لخدمته، مستعدين لبذل دمائنا وارواحنا للزود عنه، وحمايه كل مصري يحيا تحت سمائها ويشرب من ميلها. في ظل هذا الحكم الاستبدادي والذي لم يفلح الا في تفريط وتقسيم شعبنا العظيم، والذي كان وباذن الله سوف يظل دائما جسدا واحدا وروحا واحدا رغم انف الكارهين والمتاجرين باسمى واعظم دين، اعلم اننا لن نقبل المساج باي سواد اهمها وابرزها اننا في خدمه هذا الشعب العظيم، ولاجله ولم نكون ابدا ضده، كما اعلن تضامننا الكامل مع القضاء النزيه والاعلام الصادق المعبر وكافه طبقات المجتمع وكل من يعيش فوق هذه الارض الطيبه. عاشت مصر فوق الجميع وللجميع. سيادة اللواء صادق حسين، البيان الحقيقه مش بس مكتوب باحساس وطني، ولكن الحقيقه كمان مكتوب مكتوب بمسؤوليه عن هذا الوطن وعن امن وحمايه هذا الوطن. شكرا جزيلا سياده اللواء. والحقيقه نصبح امامنا يعني نتكلم عن السيناريوهات المتوقعه. بعض الناس بتقول الاخوان هيعملوا ايه؟ في بعض الناس بتقول انه هيلجأوا للعنف. خلينا اقول ان انا متاكد ان كانت هناك خطه موضوعه ان تكون هناك استخدام لعدد